في ناطر صح اسماعيل ارحمه الطبيب خاص يعمل لقطاع خاص هو انا كل اللي انا اللقاء مع على على العيادات الشامله وانا اللي انشات من الالف الى الياء كل جميل الخطا تعال تفرج شوف ناقص منها شيء قال لا مو ناقص ابلش الخطا خطاكم انت اللي بس يعني بالعكس بالعكس لازم نتابعها تركت مو الادويه تركت المشفى كله تركت على اساس انا اعطيتهم خبر اعطيت المعنيين يعني منو كان اسماعيل حامر والدكتور عبد العزيز الصالح ايوه وهو رئيس العيادات اللي هو ايوه بس قلت لك انه طويل النقطة ممكن انت تقدر عشر علب السؤال يعطونك ورقيات او صرفيات ينصرفون حكيم 10 علب من السكر من الانسولين هذا منتهي مدة صلاحيته من قبل شهرين مو حرام لما العالم كانت تدور تدفع على القطعه الواحده بس على الحقنه الواحده تدفع 10,000 وما كان فيه ومنتهى من المده ليش انت وقت اعطيتهم عرفتهم شنو الصفه الصفه انه اخي بدنا نفعل اوكي كويس يا اخي هذول مو مؤسسه هذول يوم نروح على المشفى يوم نروح على المشفى تسال المعنيين بالعمر انا ما اعلم اروح على المشفى واقول هاي 50 سله غذائيه من المجلس خلص عاد انا سلمتها الدكتور بالمشفى طيب ان شاء الله يحضر هاي مو مهمه يصطفل الدكتور عبد الناصر يا شباب بده اياه يصطفل هاي مشكله عارف حكي له بس انا سلمتها للمشفى بس اولا بس انت عندك الخطريه مهمه بس الاهم منها الطالب من وين راح بس اهم منها اللقاح بس اريد اعرف اللقاح وين هو ما راح يتخذوها اللقاح موجود بس يجوز صرفه اللقاح مش قد عدد يعني احنا بنلقح عدد كثير هاي الاونه الشهريه دكتور انا احكي انت دكتور انا احكي عن اللقاح اللي موجود بالعيادات الشامله مش قد كان عدد كبير يعني والله ما اعرف ليش لانه كان صحيح وما جربتوا على لا والله ما جربت ما تردنا ليش ما تردنا؟ قلت لك الدكتور اسماعيل حامد عبد العزيز هسه هاي اللي الكل منها قال ليش تجيها هبات عم تجرد هبات حقها يا اخي تجرد بس على المستلم من ميديكال طيب زين اسماعيل الحامض احدهم يتضايق يقول ليش عم تجرد زين دكتور عم بجرد زين دكتور ليش ما اسوي لجنه وانا مستعد اروح معك ونرجع نروح نشوف اللقاح الطبية اللي موجودة اللقاح الموجود اللجنة الطبية اللي موجودة ايوه نشوف اللجنة الطبية الموجودة ونشوف نحصي عدد اللقاحات اللي موجودة ضمن العيادات الشاملة موجودة هسه وما زال موجودة نعم وما زال ومبردة بس عن في تواصل مع المدير الإداري تمام اللي هو على فكرة ممكن اشتغل اجتهادات شخصية حاول نتواصل مع بعض المهاوش فني المهاوش الاداري المدير الاداري فني مخبر حتى سالته شو طبيعه عملك انت قال انا مخبر ابراهيم المهاوش لا المهاوش شوف الصحه ابراهيم المهاوش ايوه حتى يروح نحطه قبل كي حد كان استفسر لاجل هذا يا دكتور انت هذا خطوه يعني جانب اخر يعني احنا عندنا هم الان اقول يجوز هذا النقاح يعني احنا الدكاتره كلهم النقاح بس كويس كويس ما نقاح ما يعني حتى انه نكمل الموجود تذكر المشفى وراح من اجهزه المشفى لا شو اسمها؟ لا راح من هو يعرف مثل هو يعرف مثل بنورونا اول شغله راحت 15000 لتر مازوت هذا مازوت تعوض مش حشرة تعوض هو اللي ذات كهرباء. هاي كانت أمر ثورة. أنا عرفته وبلغت. حسن حمل أنسى، حمل أنسى. هسا خلاص مدرسة كاملة هي مش بس الراحة. مدرسة كاملة خلاص مدرسة كاملة. هو من بداية الشهر الرابع. خبرتني أنا ما أحكي لك. مو كنت العيادات شلون العيادات والله هسا أنا والله أنا من حقي طلبت. طلبت غير عائلة أولية أنه يحصلنا إيش في عندهم ضعف والدات هو الحمد لله إيش في عندهم ضعف كان فيها ما منه هو أستاذ أحمد إذا سمح بس نسمع الدكتور طلبت أني بالبداية من الرعاية الأولية هم جماعة الدكتور محمود الموسى أنه شنو اشتغلتم وشنو الموظفين القائمين على العمل وشنو المشاكل متواصلة معهم صراحة حتى يعني بالأونة الأخيرة أحد الأشخاص كان اللي يسوي خيبة رمضانية عن جنب الرعاية تواصلنا مع بعض الشباب هنا بيأخذ
يخيم رمضان على حساب لقاح الاطفال يعني مو منطق. فلذلك كان هو وضع السنة؟ خيمة رمضانية؟ شنو فعاليته؟ ما دققنا احنا على الامور هاي ما ندخل فيها. المهم انه احنا يهمنا انه حلينا الموضوع. انه واحد يجي يصربط على لقابه من جوا، لقابه كان في ادوية. في يعني في في اغراض تمنع. انه شيل الادوية، هو ما يعرف انه شيل الادوية وين شلتها. شلتها هاي برا دين، اذا شلتها خربت. شلتها كبيت على الناس يعني. المهم احنا تواصلنا مع احد الاشخاص المعنيين بهذا الموضوع هاتفيا، قال خلص المفاتيح يرجع بالفعل، رجعنا المفاتيح ووعدهم حتى انه يصلح القفول اللي يتكسر. هذا الحديث يوم الاربعاء طبعا من بدايه رمضان، قبل رمضان بيوم الحديث، وحلينا قبل رمضان.